السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا مزيان، يكون كل شيء هو هذاك. اذا اليوم مع نماذج الامتحان المحلي لمادة الرياضيات الثالثة اعدادي الدولي من طبيعة الحال. اذا طلب مني الكثير من الاصدقاء النماذج، وجدت لكم اليوم 10 نماذج ان شاء الله تبارك وتعالى من المحليات السنة الماضية، يعني سنة 2020. قبل البدء في عرض هذه النماذج، كما سبق ذكر أنكم دائما تجدون في جدول الوصف هذا، يعني رابط هذه النماذج لتدخلوا إلى الموقع الخاص بالقناة، وتأخذوا البي دي اف من طبيعة الحال وتشتغلوا على هذه النماذج. بالنسبة للحل، الحل ديال النماذج أنا أقول لكم بكل صراحة، راه تيبقى في الحال اللي ما كتبارطاجيوش الفيديو. بالنسبة للحل، لأنكم طلبتوا مني الحل ديال الفيزياء والحل ديال النماذج ديال الاس في تي اللي حطيت لكم في القناة، غدا إن شاء الله نحلوا جميع النماذج، لكن بشرط غنديرها معاكم إن شاء الله. يعني كل 10,000 مشاهدة بحل نموذج من هاد العشر نماذج. عندنا حنا 10 نماذج الآن ديال الرياضيات، كل 10,000 مشاهدة غنحل لكم نموذج، الحل ديال النموذج. 20,000 مشاهدة نموذجين، 30,000 مشاهدة 3 نماذج، وهكذا. لأن الرغبة ديالكم هي اللي غتبين لي أنكم راكم مستعدين من خلال الاشتغال ديال واحد العدد أكبر من التلاميذ على هاد النماذج. كذلك كيبقى فينا الحال، حنا كأساتذة اللي كنشتغلوا على اليوتيوب، ملي كنلقاو الفيديوهات التعليمية 20,000 مشاهدة 30,000 مشاهدة، في حين كنجيو كنلقاو واحد التفاهات فيها مئات الالاف ديال المشاهدات. كيبقى فينا الحال، وراكم نتوما اللي تديروا هادشي، لانكم كتبارطاجيو دوك الفيديوهات وما كتبارطاجيوش الفيديوهات التعليميه. من حق يبقى فينا الحال، الله يرضي عليكم. اذا بارطاجيو لي فيديو ان شاء الله تبارك وتعالى، هذا باش تبينوا لينا على حسن ديال النيه ديالكم، وانكم كتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ونبداو على بركه الله. اذا هادو هما الدروس اللي غادي نديرو فيهم المحلي ان شاء الله: بويسونس اي ايدونتيتي ريماركابل، ولا راسين، والاوردر، ولا تيوريم دو بيتاغور، تيوريم دو طاليس، ولا تريغونوميتريك، اي لي زونغل، اي لي تريونغل. دونك 8 الدروس. ثم ننتقل الى نماذج الامتحان المحلي. واضح؟ قبل البدء في نماذج الامتحان المحلي، أشكر التلاميذ الذين يشاركون نقاطهم معنا لتحفيزنا، وكذلك لتحفيز تلاميذ آخرين على الحصول على نقاط ممتازة. جاءت عدة رسائل في الفيديوهات على أن التلاميذ حصلوا على نقاط الحمد لله مشرفة، 20 و19 و19 75 و18 75. الآن سأعرض لكم، سأحاول يعني في كل فيديو نعرض تلميذ من التلاميذ. الآن عندنا التلميذة سارة، نسأل الله عز وجل أن تكون مسيرتها مسيرة موفقة وأنتم كذلك، حصلت على 19. تقول: شكرا أستاذ، بفضل الله وبفضلكم جبت 19 على 20. إذا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، إحنا مجرد وسيلة، إحنا مجرد عون لكم، الفضل كله من الله تبارك وتعالى. إذا هذا النموذج الأول كما تلاحظون، إذا النموذج الأول، وهذه النماذج ستجدونها في طبيعة الحال في جدول الوصف. لاحظوا معي، إذا هذا النموذج الأول، النموذج الثاني، جيد، ثم النموذج الثالث، ثم النموذج الرابع، ثم النموذج الخامس، ثم النموذج السادس،
طبيعة الحال اللي اشتغلت نماذج كاملة غادي يجيب أكثر من 20/20 إن شاء الله في الامتحان المحلي، لأن الأسئلة ستبدأ تتكرر كما ترون. طبيعة الحال الاشتغال على عدد من النماذج يكسبك الكثير من الأمور التي تنفعك في الامتحان المحلي. إذا هذا النموذج الثامن، وهذا النموذج التاسع، وأخيرا النموذج العاشر. إذن هذه 10 نماذج للامتحان المحلي، خدموها إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للحل ديالها كما قلت لكم كما اشترطنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا الحل ديالها إن شاء الله يكون بعد الكنترول الثالث، يعني الأسبوع المقبل سأضع الكنترول الثالث، ومباشرة بعد الأسبوع المقبل نبدأ في وضع الحلول للمحلي. شاركوا الفيديو مع الجميع، دعموا القناة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.